رسميا أعزائي الكرام تم طردي من الشراك. مثل ما انتبهتوا بالمقطع اللي فات ما كان عندي لا البنر ولا علامة الفي. لا 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 يا جماعة لا 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 كلمة في الأمر الشباب إنه كانت الشركة عم تعمل بعض التعديلات بعض هالأمور عم زبطوها في اللعبة الهيكسغ مع تقريبا شفتوا جميع اليوتيوبرز يعني شالوا منهم البانر وشالوا منهم العلامة الفي. ولكن اخواني مثل ما انتم شايفين هون رجعنا البانر ورجعنا العلامة الفي وكل شيء باللوز. بابا بيرموسي شباب بالمناسبة يا اساطير راح انقل لكم خبر كثير اسطوري وكثير حلو يعني للجميع. اوكي مثل ما تعرفوا الشباب كنت سحب كثير من فترة على اليوتيوب راح برجع شوي هيك بقوة ما بعرف راح اسوي على طريقة المونتاج مرات هيك شيء باللوز عم بطور من المحتوى يعني كل شيء تمام. فتحنا لكم قناة جديدة يا شباب راح تكون القناة اسمها أليكو ميكس. هذه القناة شباب راح تكون ميكس يعني كل شيء. شو بدي يخطر على بالي يا شباب؟ لعبة اكل فلافل يا سلام اكل بندورة الحمراء. شو من كان شباب يخطر على بالي فذا معلم راح نحطه بالقناة الثانية. اوكي بس هون بهالقناة راح نخليها فري فاير فقط لا غير. فهمتوا علي كيف؟ نرجع للفيديو الرئيسي. اوكي طيب نبقوا تم مقطعنا اليوم. لا بمزح معكم طول بلا بمزح معكم. اوبا صراحة يعني كمان ندخل على البيك القديم هذا المودس الاسطوري عن جد شي واو يا اخي تفرجوا يا شباب بس ان شاء الله شفنا شي باورفول. اوكي هون في عالم خمس شفت على شي باورفول اوبا ضربوا بيك القديمة يا اخوان يا الهي فرجوني يا شباب فرجوني والله يكون طلع له في باورفول ونحن قاعدين عم نجرب باورفول. اوكي انا بشكل ماني مصحصح. روح حبيبي روح ايش فيك انت يا ول؟ طب بالك عليك وكيكه معك بيك القديمه ايام هالمنطقه شباب تذكر ولا لا؟ وال بيك عن جد يا الله يا سلام ما شفنا شي بارفل يا شباب لحد الان ايه الحظ الزباله ده وين من هذول؟ لا يا سلام صراحه ما بعرف اذا انا نزلت لكم مقطع على هالبيك القديمه بس انا ما نزلت كيفك ما نزلت يا جماعه؟ حبيبي والله اوكي يا سلام هي واحد كبرهم شو يا ولد روح اطلع عليه تعال نقدر نجرب وي شيء خطير الصراحة. عندك واحد بقي أنا الله أنا فزت بالجيم يعني ميني جيم هي تجي. يعني ترجعون البيك القديم أقسم بالله يا جماعة. معكم. لو. طيب وين؟ وين هذا؟ بتصغر الزون كمان صراحة المود حلو هذا كثير عجبني كثير المود بس ما قدرنا ندور نجرب ال اقعد بس ما كان في شيء نجرب الكثير قديم ولا انا غلطان؟ رح نعمل له خدعة بدك تعيش؟ ان شاء الله وربي يلا ولا بدنا ناخذها حلوه والله جبت الموية كمان يا حلو هذا لا حول الموت لا الصراحه عن جد الصراحه عجبني المود هذا صراحه بس ما قدرنا نشوف البارفل بس معلش شفنا شيء حلو صراحه اخ يا الله فرجوا يا شباب بيت المدرسه كنا نقول عليه البيك المكسور بيت المكسور بيت البيك واو اوه هون بنزل بالطلق قال نفتح الطاشه رعيه الطلق يا صديقي اوبا يا سلام عن جد شيء اسطوري
عن جد شيء اسطوري يا جماعه. هلا منو؟ هي هي برو ول ورا احنا هنصطاد معاكم. بام بام اوه اكثر واحد هيتر. هلو في ناس فوق 60 يا سلام. طيب كيف كانوا بربيم على منطقة عليك كنا؟ غريزة وين القفزة هاي؟ اه احنا نسيانينا. هاي في واحد منطقة هون فوق فوق اطلع عليه. ايوه اوكي ليش كل شدان صوته طالع؟ يا زلمة في واحد فوق. انا متأكد في واحد فوق مكبر فوق. تعال يا ولد. لا ممكن هذا ولا هذا قتلته. ما البيت الخراب هني. في واحد في البيت اللي فوق. شوفوا 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 واو عطيت الضربة معلم في اللوس. ضرب في ناس امامي. اوه رفع لي. ادخل 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 اقعد اقعد يا جميل. ما لحق المسكين. ما لحق المسكين شباب. يا الله والله بيك اسطوريه يا اخوان اقسم بالله. احلى ايام كانت. شوف شوف بلوت بكل مكان بكل زمان. طبق واحد صراحه مود اسطوري اقسم بالله. عجبني كثير مود. وينو ذا؟ معكم واو ديوم. جبنا هي كمان معلم يشي باللو صراحة يعني مود مود حلو. دقيقتين يمكن دقيقتين ونص معلم تخلصوا هذا رواه. دخلت لكم يا الشباب مود اسمه معلم مود الإبادة. بصراحة ما أعرف شو وضعه هذا المود. نجربه ببعض. اوكي شو في عنا هون؟ عنا الاسلحة كلها الا البرفار معلم. ما راح نظن جرب البرفار. احنا بصراحة نجرب المقطع الثاني. اوكي هون عنا خلص سنايبر. شو رايكم؟ سنايبر و بس سنايبر. خلص سلاح هذا معلم. هي بدي كلاس سكواد ولا كيف؟ هاي يمكن لازم ناخذ. اوه لازم نسيطر. وين؟ لازم نسيطر على اوكي يلا يا شباب نسيطر. مضروب مضروب. لازم نسيطر على النقاط. واه سرق لي الكل. سرق لي الكل يا جد. سرق لي الكل صاحبي. اوبا لازم نسيطر هون ولا شو؟ اوكي هذا المود اللي بدا يدري غير ايام زمان. تم قلبها يا ولد. عم بدمك عليكم يا الله. هي شو هذا اللي دخل؟ شو عم يصير؟ ضرب يمين ويسار وفوق وتحت. ايش في؟ اوكي وين البني ادمين؟ وين هذول؟ هذا وهذا. اوكي لازم اوكي بلاش راح اسال على الدرجات. نستخدم هذا نسيطر. اوكي سيطرنا عليه. يا سلام. شو صار عنا هلا؟ شو شو صاحبي كيف عم يطير؟ والله مو حلو يعني واحد يغير من الجو شوي. لا هيك مو حلو. لازم انا لازم يحموني. اوكي لازم يحموني لانه انا عندي الكتاب. اوكي يلا يا شباب يلا يا جماعة بدنا نجيبه المعلم. بدنا نحتل الوضع. اي اي يا جدك شوف السب سب كم صاير سريع انا. طيارة. يا زلمة. تزبط معي لين ما هرب عليكم. رجعنا عندي. شوف 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 يا جدك. اوكي ما في طلق. سرعة الحركة. اقعد يا استقرار. ها
هار شباب هار صاير هار صرت هار جدار يجلو صرت هار احتاج الى جدار يجلو معلم دورت لاقي شوف يا شباب شو 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 السرعة يا جد هذا اوكي تم عاد طلع بوب 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 صاية طيارة معلم شو هذا؟ ايه يا جد ايه يا الله شو ممكن بقى الاول صاير طيارة اقسم بالله شو هذا؟ ايوه شوف هذا اخذ بيت شباب هذا 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 بويا شوف الصراحة يا شباب بدأت أنا صراحة استمعنا من الروتين اليوم اوكي طيبين شو عم بيصير معي هالوضع ريلاكس شو الله استمتعتوا بهذا المقطع يا حلوين بتمنى لكم يوم سعيد ونشوفكم على خير و السلام عليكم.